تحت رعاية سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، تم تدشين مشروع هندرا المعني بإعادة هندسة العمليات الإدارية وتبسيط إجراءات إصدار الشهادات الصحية لمزاولة الأنشطة التجارية الخاضعة للرقابة الصحية. المشروع من شأنه يقدم عمليات مبسطة ومرتكزة على خدمة الأفراد والاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة وزيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيير والتكامل بين الأفراد والتكنولوجيا والثقافة التنظيمية. وزيرة الصحة أكدت في مؤتمر صحفي بالمناسبة أن هذا المشروع يأتي ضمن الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لرفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وتأكيدا وتجسيدا للترابط والتكامل بين القطاعات الحكومية. ويقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية تماشيا مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين التي تسهم في مجابهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي سعيا من وزارة الصحة في تحقيق التطوير الشامل، حيث قامت بتبني العديد من البرامج والمشاريع والتي تتطلب الترابط والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. يذكر أن عملية دمج مفتشي الصحة العامة وإعداد المفتش الشامل ستزيد من سرعة إتمام عملية الترخيص للمحلات التجارية من خلال زيارة واحدة فقط من قبل إدارة الصحة العامة.